اكو شاشة هسه احمد. ايه استاذ، اكو شاشة؟ انا كنت ناسي التسجيل. عرفنا الويل كنترول، وعرفنا الويل كيك، وعرفنا البلو اوت، وتكلمنا عن الاجراءات اللي ممكن اتخاذها لمنع حدوث البلو اوت. عرفنا الكيلينج او ويل او عملية قتل البئر، الخسائر اللي ممكن ان اخسرها انا فيما اذا خلينا نقول حدثت عندي مشكلة البلو اوت او الاندلاعات، الاسباب الرئيسية لوقوع الكيك، وايضا تكلمنا عنها بالتفصيل اللي هي insufficient mud weight، كثافة المد الغير كافية، improper hole fill up during trip، يعني عدم ملء البئر بشكل صحيح خلال عمليات التريب، اللي هي تريب بالاخص تريب ان، طبعا هنا تريب ان وليس تريب اوت، سوابينج عمليات السحب باتجاه الاعلى، يعني سحب عمود الحفر، الغاز كات ماد، دخول الغاز وتلويثه للماد، لو سيركوليشن، اب نورمال فورميشن بريشر، تكاوين تحتوي على ضغوط يعني غير اعتيادية او عالية، معدل الحفر اللي يكون مفرط بالطبقات اللي تكون حاوية على غاز، واللي تكون طبعا طبقات هي ساند، وقلنا كل ما زاد معدل الاختراق بالطبقة اللي تكون حاوية على غاز، كل ما ازدادت كمية الغاز اللي راح تدخل إلى داخل البئر، وبالتالي ممكن أن تسبب عندي مشكلة الكيك، السيرج بريشر تريبينج، ضغط التمور أو الضغط الناتج عن إنزال عمود الحفر، والسبب الآخر أو الأخير اللي هو الهيومان إيرور. وتكلمنا عن كل هذه بالتفصيل الممل. وقلنا الانسفشنت مود ويت هي واحدة من الأسباب الرئيسية المسيطرة اللي ممكن أن تؤدي إلى وقوع الكيك. النقطة الثانية قلنا أنا لازم أحفر بضغطي وازن ضغط الفورميشن، فانسفشنت مود ويت ممكن يعني تؤدي إلى البريشر امبالانس، عدم موازنة الضغط، بمعنى الهيدروستاتيك راح يكون أقل من الفورميشن، وبالتالي راح يسمح بدخول فلويدز begin to flow into the well bore normally associated with abnormal formation pressure. يعني عادة ال insufficient mud weight يعني راح تكون مصاحبة بطبقات أو ضغوط غير اعتيادية، أو تكاوين تحتوي على ضغوط غير اعتيادية. الطرف الآخر قلنا ال very high mud weight اللي هو over balance، يعني كثافة الطين العالية، cannot be used because يعني غير الممكن استخدامها للأسباب، أو خلينا نقول لعدة أسباب، وبررناها. يعني قلنا هاي مود ويت ممكن أن توصل لي ضغط الهيدروستاتيك إلى ضغط الكسر، وبالتالي راح يكون عندي فراكشر، ومن ثم مشكلة اللوس سيركليشن، سلايتلي ريديوس ريت أو بنتريشن ريت، تقلل من معدل الاختراق، وممكن أن تسبب لي مشكلة البايب ستيكينج. لذلك انا لازم احفر بضغط هيدروستاتيك يكون بتوين فورميشن وفراكتشر، اكبر من الفورميشن واقل من الفراكتشر بريشر. ايضا قلنا السبب الثاني هو عدم ملء البئر بشكل صحيح بالمدى اثناء سحب العمود باتجاه الخارج او خارج البئر، فاي جزء من العمود يسحب باتجاه الخارج عليك ان تعوض بداله شنو؟ مد، والا انخفاض الكولوم مال المد داخل البئر راح يسبب عندي نقصان بالضغط الهيدروستاتيكي، لانه كولوم المد هو واحد من العوامل اللي تاثر ايضا على الهيدروستاتيك بريشر. السبب الثالث اللي هو قلنا السوابينج، عمليه سحب العمود بسرعه باتجاه السطح راح تؤدي الى ديكريز بالبوتوم هول بريشر، نقصان بالضغط الموجود بأسفل البئر، وهذا راح يسمح بدخول الغازات أو السوائل الموجودة داخل الطبقة إلى داخل البئر.
وقلنا هذه المشكلة تزداد بعدة أسباب، أو أكو أسباب تزيد من هذه المشكلة اللي هي بايب بولينج سبيد، سرعة سحب الأنابيب إلى الأعلى، وكل ما كانت السرعة عالية كل ما المشكلة مع السوابنج تكبر. المد بروبرتيز اللي هي قلنا الجيل سترينث والفيسكوسيتي كل ما كانت عالية أيضا من المساوئ، لأنه ما راح يتحرك المد بسرعة باتجاه الأسفل حتى يغطي على أو يقلل من النقصان اللي راح يحدث بالبوتوم هول. الهول كونفيجريشن اللي هو اللارج سوابنج بريشر، السمول هول أو سمول دايميتر، راح يؤدي إلى حصول نقصان كبير بالبوتوم هول بسبب التضيق بقطر البئر، البيت بولنج افكت، تأثير تكور البيت بسبب خلينا نقول تكتل الكلي والشيل على الحافة. الغاز ماد أو الغاز كات ماد أيضا قلنا واحدة من الأسباب اللي تؤدي إلى نقصان الدنسيتي بالدرجة أو بالدرجة الأساس. لو سيركوليشن اللي هو كان دور السائل الحفر إلى داخل الطبقة. السيرج بريشر تريبينج أيضا قلنا انزال عمود الحفر بسرعة ممكن أن يؤدي إلى زيادة البوتوم هول بريشر بكمية كبيرة، ومن ثم حدوث مشكلة اللوس سيركوليشن في حال وجود طبقات حاوية على الغاز أو السوائل. ممكن أن يعني نقصان بالكولوم مال المد يؤدي إلى انخفاض الضغط الهيدروستاتيكي، وبالتالي يسمح بدخول هذه السوائل أو الغازات إلى داخل ضيوف البئر. الورنينج سين أو قلنا الانديكيشن أو انديكيتورز، المؤشرات، زيادة في معدل الراجع، زيادة في حجم المد بالخزان، جريان البئر وفي حال اطفاء مضخات الطين، نقصان في ضغط المضخة وزيادة في الستروكات أو سرعة المضخة، زيادة في وزن عمود الحفر، زيادة في معدل الاختراق، زيادة في درجة الحرارة، تغير بخواص المادة الفيسكوسيتي والدنسيتي، وعندي زيادة بالسالينيتي. المادة السالينيتي أيضا ألاحظ أنه increase in المادة السالينيتي، هاي من وين جت؟ نتيجة دخول المي المكمني اللي يكون مالح إلى داخل البئر. تكلمنا عن كل واحدة أيضا بالتفصيل، flowing well، pump pressure، سترينج ويت تشينج، دريلينج بريك، وايضا اخذنا التايبز اوف بريشر، هيدروستاتيك، اوفر بالانس، بور فراكشر، هيدروليك، و البوتوم هول. انواع السيطره على الابار قلنا عندي انا خطين للدفاع عن البير. خط الدفاع الاول اللي هو المود بمعنى الهيدروستاتيك بريشر اوف مود جريتر دان فورميشن، الثاني هو استخدام البلو اوت بريفنتر اللي هو مانعات الاندلاع. هنا لازم احافظ هنا على الهيدروستاتيك دائما اكبر من الفورميشن في البرايمري كنترول. في حال الاخلال في يعني شروط او عدم المحافظه على الهيدروستاتيك راح افقد خط الدفاع الاول اللي هو البرايمري كنترول. والبرايمري كنترول او خط الدفاع الاول ممكن ان افقده في احدى الحالتين، اللي هو اما ان يكون لوس اوف برايمري كنترول نتيجه انخفاض المدوي يعني نقصان بالكثافه، او نتيجه نقصان او انخفاض الكولوم مال المد داخل البيت. في كلا الحالتين يعني ممكن ان يحدث عندي شنو؟ فقدان للسيطرة الأولية. سكندري كنترول قلنا هذه ألجأ إلها وتستخدم بعد فشل البرايمري كنترول. الهدف الأساسي أو الرئيسي من أداه هو إيقاف الجريان، يعني إغلاق البئر وإيقاف جريان المواعي إلى داخل جوف البئر، وبنفس الوقت يعني تسمح بتدوير أو إزاحة الإنفلاكس أو الكيك من خلينا نقول من داخل البئر الى الخارج او الى السطح. فهذه بمرحلتين، المرحله الاولى هي اغلاق البئر و الحصول على استقرار بالضغط، يعني لاستقرار الضغط، والستيب الثانيه هي تدوير الانفلاكس الى
الخارج. In a procedure in the event of a kick, يعني الطرق اللي ممكن أن أتخذها أثناء حدوث الكيك، وإحنا قلنا إما أن يكون الكيك إما أن تحدث خلال الحفر أو خلال التريبينج، وفصلناها بهذا الشكل. يعني أنا جاي أحفر وعندي الإنديكيشن، عندي فلو ريت إنكريز أو عندي دريلينج بريك أو فوليوم إنكريز إن بيتس، هنا راح أعرف إنه عندي مشكلة كيك. راح أول خطوة طبعا إيقاف عمليات الحفر ورفع الكلي أبوفروتري ستوب بامب، نشوف الويل البير إذا مستمر بالجريان فمعناها أكو كيك، نسوي شتل البلو أوت، نسجل الدريل بايب بريشر والكيسنج بريشر، ونبدأ بالحسابات. وإذا كان البير يعني نو فلو نستمر بعمليات الحفر مع تشيك، يعني نحفر ونوقف ونشيك الجريان يعني بين فترة وأخرى. أخذناها بشكل مفصل، قلنا إيقاف عمليات الحفر، رايز كيلي أبوف ذا روتري تيبل أنتل أ تول جوينت أبير، ستوب ذا مد بامب، كلوز دانيولار بريفنتر بايب رام، وريد ذا شاتن دريل بايب بريشر أنيولاس بريشر. هنا أثناء التريبينج، يعني تريبينج إن أور تريبينج أوت، اسحب الجوينت او انزل الجوينت مع الدريل بايب وين على الروتري تيبل، والزم بالسليبز بالزلاقات، واركب السيفتي فالف، اكو سيفتي فالف يتركب على الجوينت مال البايب، اغلق البلوك بريفنتر والسيفتي فالف، اركب او اشد الكلي وافتح السيفتي فالف، واسجل الضغوط اللي هي شاتين دريل بايب شاتين كيسنج، ومقدار الزيادة ب المات تانك اللي هي البيت جين او الكيك فوليوم، نسميه بيت جين او الكيك فوليوم. طبعا هذه العملية لازم تكون بحوالي دقيقتين او ما تتجاوز الدقيقتين او 3 دقائق، يعني من لحظة الاغلاق والتركيب، وكل هذه يعني لازم تكون خلال دقيقتين. هذا الشكل قلنا يمثل عندي بلو اوت بريفنتر، وقلنا على اليمين تشوك لاين اللي من خلاله راح انفس او ازيح الكيك الى الخارج، ومن اليمين اللي هو تو كيل ميني فولد اللي هو الطرف الثاني على اليسار، اللي من خلاله يتم اولا تدوير الكيك خارج بالمد القديم او المد الملوث، وبنفس الوقت ممكن من خلاله ان اضخ المواد الجديد. يعني is not drill pipe، خلاص انا لا تقول لي انا راح ادور الكيك عن طريق الدريل بايب، هنا ما تضخ عن طريق الدريل بايب. هنا طبعا في حال القتل، اما في الحالة الاولى لا، ممكن ان اضخ عن طريق يعني بعض الطرق، العفو بعض الطرق ممكن ان اضخ عن طريق الكيل ميني فولد، والبعض الاخر يعني مثلا الدريل بايب، العفو الدريلر ذا الانجينير الكونكرنت، هذه كلها ممكن انا اضخ يعني ادور واضخ من خلال عمود الحفر، والبعض الاخر لا، يعني ممكن انا ما راح اقدر انا اضخ عن طريق عمود الحفر، راح اضخ عن طريق الكيل ميني فولد اللي هو خلينا نقول الجزء اللي يتم من خلاله قتل البير او السيطرة على البير. العوامل اللي تاثر قلنا على عملية القتل، المساحة اللي محفور بها البير وعمق البير وتوفير المعدات. المعلومات اللي احتاجها يعني طبعا يعني الشات ان بريشر وال يعني شات ان دريل بايب شات ان كيسنج والبيت جين او الكيك فوليوم، هذه احتاجها لحساب الفورميشن بريشر، المد ويت ريكوير تو كيل، نوع الانفلاكس هل هو غاز هل هو اويل هل هو ووتر. طرق القتل قلنا عندنا 6 طرق، احنا راح ناخذ 3، الدريلر الانجينير والحفار والكونكورنت ميثود.
هذه الثلاثة في حال وجود شنو؟ في حال وجود عمود الحفر داخل البئر، والثلاثة الأخيرة تستخدم في حال عدم وجود أي يعني أي بايب داخل عمود الحفر، اللي هي العفو داخل أي بايب داخل البئر، هي الفوليومتريك واللوبريكيت والبول هيدنج. هذه الثلاثة يعني ممكن أن استخدمها في حال عدم وجود أي بايب داخل البئر. اختيار الطريقة أو طريقة القتل قلنا بها عدة خطوات، الوقت المطلوب، مقدار الضغط يعني تنفيذ الطريقة، مقدار الزيادة بالضغط على السطح، ويعني مدى تعقيد الطريقة نفسها يعني بالنسبة للطرق الأخرى وسهولتها. أيضا الإجهادات اللي يعني ممكن أن تسلط على الفورميشن أثناء تطبيق هذه الطريقة أو استخدام هذه الطريقة، كل هذه عليك أن تحللها وتدرسها قبل اختيار الطريقة المناسبة للقتل. الطريقة الأولى اللي هي قلنا wait and wait or engineer method، طريقة المهندس، قلنا هذه تتم ب one circulation one circulation يعني سايكل واحد، يعني راح نزيح بهذا السايكل، نزيح الكيك أو الانفلاكس إلى الخارج ونضخ، يعني نزيح الكيك والمد القديم كله نزيحه بشنو؟ ب one cycle إلى الخارج، يعني إزاحة الكيك واستبدال المد القديم بمد جديد بهذا الشكل. هنا أشوف initial circulation pressure ICP initial circulation pressure، بدينا نضخ طين القتل وبدأت الكيك تتحرك تصعد، كل ما ضخينا عن طريق الدريل بايب راح تصعد الكيك وصولا الى السطح. طبعا الشاتين دريل بايب قلنا هنا العفو شاتين كيسينج بريشر راح يبدي يزداد نتيجه شنو؟ الاكسبانشن بالغاز، كل ما صعدنا باتجاه السطح نستمر بعمليه الازاحه الى ان يتصفر او تصفر الضغوط يعني على راس البطانه وعلى راس عمود الحفر. بهذه الحاله نكون قد أنهينا العملية وأعدنا البئر تحت السيطرة، أو بمعنى آخر نقول قتلنا البئر. هنا نقول قتلنا البئر يعني بالمرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة F، هنا تم قتل البئر بخروج الكل مود طين القتل وين؟ إلى الخارج. ونأخذنا تحليل الضغوط، قلنا بالنسبة للشت إن دريل بايب نلاحظ بالبداية زيادة الضغط، زيادة بالضغط يعني أنا من أغلقيت الضغط بدأ يزداد، واضح؟ بعدين بدأ يقل، هنا بديت أضخ شنو؟ يعني بهذا البيك بديت أضخ الكلمات، لأن هذه كلها تعتبر فترة إغلاق، فترة إغلاق، هنا بديت أضخ، بدأ ينزل أو يهبط شنو؟ يهبط الضغط الموجود، يعني الضغط الهيدروستاتيكي الموجود داخل الدريل بايب بدأ يقل، ليش؟ جاي لأنه جاي أضخ طين ثقيل. على العكس بالنسبة للشات إن كيسينج، شات إن كيسينج شبيهة ثابت، يعني خلال هذه المرحلة ثابت، هنا لحد هذا الخط الأصفر ثابت لحد هسه ماكو أي تغيير. هنا الدريل بايب خلاص بعد هذه ثبت ما راح يصير به تغيير، بينما الدريل العفو الكيسنج بريشر بدا يزداد هنا، المد وين وصل؟ وصل الى البت وبدا يخرج بالفراغ الحلقي، ذلك نلاحظ الكيك بدات تصعد باتجاه السطح والضغط يصعد على راس البطانه وصولا الى وين؟ الغاز عند السطح بعد هذه، او بخروج الغاز الى السطح. راسا ايش صار عندي؟ صار عندي هبوط بالضغط على رأس البطانة ومن ثم إزاحة أو خروج المد الأصلي وين؟ إلى السطح. هذا الشكل يمثل عندي تحليل الضغوط. هذا الشكل آخر أيضا لعملية الكل بواسطة الإنجينير ميثود. أيضا قلنا بها advantage و disadvantage، lost casing pressure،
requires the longest non-circulation، تحتاج إلى وقت طويل يعني بعدم عدم التدوير، اللي هو while mixing heavy mud، يعني خلال الميكسينج مات. نجي على الطريقة الثانية اللي هي الدريلرز ميثود أو طريقة الحفار. هنا بهذه الطريقة أو هاي الطريقة تتضمن تو سيركوليشن أو تو سايكل، يعني مرحلتين للتدوير. المرحلة أو السايكل الأول راح نطرد بيها الكيك إلى خارج أو الإنفلكس إلى خارج البه في نفس المد القديم، شو نسوي؟ نزيح به الانفلاكس الى الخارج. بعد ازاحه الانفلاكس او الكيك الى الخارج نبدا بالسايكل الثاني او السكند سيركوليشن، اللي يتم خلاله ضخ الطين الجديد او الهيفي ماد او الكيل ماد. فعندي تو سيركوليشن او تو سايكل. فطريقه الحفار طبعا هي الاغلب استخداما، طريقه الحفار إن تتضمن two circulation method. When the first circulation, the influx is circulated out of the hole. يعني بالنسبة أو بالcirculation الأول راح ندور أو نطرد الانفلكس أو الفيض أو التدفق اللي دخل داخل البير إلى الخارج الهول. With the existing mud, الطين الموجود أو بالطين القديم. Using the chalk to maintain the required pressure differential. The well is circulated with original weight mud. يعني البير يتم تدويره أو الكيك يتم تدويرها بالطين الأصلي أو الطين القديم to remove the influx while kiln mud is being prepared. يعني خلال هذا احنا ايش راح نسوي؟ عم نطرد الكيك وبنفس الوقت نحاول أن نحضر مد القتل أو مد جديد. After completing one complete circulation، بعد اكتمال السيركوليشن الأول أو التدوير الأول، pressure on drill pipe and annulus are the same. يعني هنا أصبح عندي يعني بعد ما طردت الكيك خارج، الضغط على رأس البطانة ورأس البايب drill pipe أصبح similar. وعندي أيضا ملف آخر راح أراويكم إياه بالأرقام. هنا بالسيركوليشن الثاني on the second circulation راح نبدأ نضخ كل ماد ويت او كل ويت ماد از سيركوليتد اراوند ذا هول. كل ماد از سيركوليتد اراوند تو كل ذا ويل، بمعنى ويل از ديد. ويل از ديد، البير ايش سوينا له؟ البير قتلناه. وبهذا الشكل قسم اي بي سي. هنا هذا نسميه الوان سيركوليشن، راح نطرد الكيك الى الخارج بالطين القديم اللي اصبح ملوث. فعندي المرحله الاولى اللي هي الاي والبي والسي، هذه الفيرست او الوان سيركوليشن. بعد ما خرجت الكيك وخلال هذا الوقت ايش قلنا؟ قلنا اني راح احضر شنو؟ احضر المادة الجديدة او الكيل ماد. الدي والاي والاف هذا السكند سيركوليشن. سكند سيركوليشن، شوف بديت اضخ شنو؟ بديت اضخ الطين القتل. طبعا في مرحلة سي هنا قلنا تساوى، يعني ذا 300 الضغط على اللي هو شات ان دريل بايب ايضا راح يصبح عندي 300. ليش؟ لانه اصبح نفس المد موجود، وين؟ موجود بالانيولس وموجود بالدريل بايب. في هذه الحالة راح تتساوى الضغوط على رأس البطانة وعلى رأس عمود الحفر. هنا بديت اني اضخ شنو؟ اضخ الطين الجديد او طين القتل اللي هو في مرحله دي. طبعا اكيد بدا ينخفض شنو؟ بدا ينخفض عندي الضغط الموجود داخل عمود الحفر الى ان يصفر او تصفر الاثنين. هنا بدا الماد في مرحلتي الماد بدا يصعد بالفراغ الحلقي، وفي مرحلته نلاحظ بأنه الضغط على رأس البطانة ورأس عمود الحفر تصفر أو إكوال زيرو، بمعنى أنه قتلت البير أو تم استعادة السيطرة على البير.
هسه اذا اجي خلينا نقول اخذه ب كرسم تخطيط للضغط، فعندي بالفيرست سيركوليشن الضغط داخل عمود الحفر ثابت. ليش؟ لانه المد الموجود داخل عمود الحفر ما تلوث. فلاحظ هنا بالفيرست سيركوليشن الدريل بايب بريشر ايش بيه؟ ثابت او كونستانت. ما عندي دريل بايب بريشر كونستانت، ما صار باي تغيير من الستارت الى الفينش. طبعا الضغط مع البومب ستروك او مع التايم. على العكس هنا شو الاحظ؟ الاحظ الكيسنج بريشر ايش بيه؟ بدا يصعد. ليش؟ لانه الكيك بدت تصعد باتجاه السطح. فتشوف خصوصا اذا كان عندي غاز، اذا وتر انفلاكس راح يكون تقريبا ثابت بوصول الضغط الانفلاكس الى السطح، وبالتالي يصير عندي انخفاض. بينما اذا غاز لا، يعني اذا الكيك هي بسبب الغاز، الاحظ شنو؟ الاحظ انه الضغط يزداد داخل الفراغ الحلقي وصولا الى السطح. هذه النقطة اللي هي نقطة السطح اللي بدأ الغاز يخرج، وين يخرج او وصل الى السطح. بعد هذه النقطة الضغط راح يصير ب هبوط او انخفاض. هذا بالفيرست سيركوليشن او الون سيركوليشن. التو سيركوليشن شوف بديت اني ايضا الدريل بايب بديت اضخ الكلمات، فالاحظ الستارت هو انيشال سيركوليشن بريشر، هذا الخط المائل. نقطة البداية هي نسميها انيشال سيركوليشن بريشر، فبدا يقل عندي الضغط داخل البايب بسبب الهابي او الكرماد وصولا الى اخر نقطة اللي هي البيت، يعني من السيرفيس الى البيت. هنا راح يكون عندي البيت، راح يكون عندي الضغط اللي راح يكون عندي البيت هو الفاينل سيركوليشن بريشر، ضغط التدوير النهائي. بعد هذه راح يكون الضغط ثابت داخل عمود الحفر، ما عندي اي تغيير بالضغط. بينما هنا بالفراغ الحلقي شوف شو نلاحظ؟ انه الضغط شبيه من السيرفيس الى البيت ثابت، ومن البيت الى السطح بدا شبيه بدا يقل الضغط هنا، لانه المد القديم نقول بديت ازيح المد القديم الى وين؟ الى الخارج، يعني بدا الضغط بدا يقل عندي داخل الفراغ الحلق. بمعنى اني من اقول بدا يقل، يعني بدا يقل الفرق بين البوتوم هول وبين الهايدروستاتيك. كل ما صعد المد كل ما ازداد الكولوم مال المد داخل الفراغ الحلقي، كل ما الهيدروستاتيك اصبح اكبر. بمعنى الفرق بين الهيدروستاتيك والفورميشن او الهيدروستاتيك والبوتوم ايش بيه؟ الفرق بيناتهم بدا يتقلص او يقل. هذا معناها يكون عندي ديكريز بالفرق بيناتهم، انخفاض بالفرق بيناتهم نتيجه صعود المد الجديد او الكرمد داخل الفراغ الحلقي. طبعا هذا الشكل اللي يبين عندك الكيسنج وليس الدريل بايب. شوف انا سديت هنا بالمرحلة الاولى الكيسنج ايش بيه؟ الكيسنج بدأ يصعد. بعد الكيل مود في الدريل بايب ايضا عندي صعود، هنا طبعا هذا الكيسنج بريشر صعد الغاز arrived at the choke. لحد هنا لحد هذه النقطة هذا نسميه شنو؟ ان هذا تصرف الضغط داخل العفو عند رأس البطانة بالفيرست سيركوليشن. هذا الفيرست سيركوليشن. السكند سيركوليشن من النقطة الثالثة للأخير، إن هنا بديت أنا شنو؟ بدأ الماد يوصل، يعني
الى خلينا نقول يعني داخل الفراغ الحلقي، وبدا يقل الضغط او الفرق بالضغط داخل الفراغ الحلقي. يعني هنا مرحله القتل من الثالث الى الرابع، يعني الحد الثالث هو السيركوليشن الاول، واللي بعدها راح تكون يعني ضمن مرحله القتل. ايضا بها ادفانتج وديز ادفانتج، سمبل تو تيتش اند اندرستاند، اللي بسيطه التعلم والفهم، فيري فيو كالكوليشن، حساباتها جدا قليله. In case of salt water, the contaminant is moved out quickly to prevent sand settling around the drill assembly. يعني في حال يقول لك ال salt water هو ال influx، حاول أن تتخلص منه بسرعة أو تطرده بسرعة إلى خارج البئر حتى تمنع ترسب الرمل داخل البئر أو بالبوتوم هول. الديزادفانتج هاير كيسنج شو بريشر كيك، يعني راح يكون عندي ضغط عالي على الحذوه مال البطانه واسفل حذوه البطانه. ليش؟ لانه عندي تو سايكل، بالسايكل الاول راح يكون عندي ضغط، وبالسايكل الثاني راح يكون ايضا وجود للضغط، فهنا راح يكون عندي هاير كيسنج شو هاير انيولار بريشر بنفس الوقت ايضا. يعني في حالتين، انا بالسايكل الاول والثاني. هنا takes two circulation، يعني تأخذ أو تتضمن two cycle أو two circulation. هنا نقطة مهمة طبعاً، أثناء أنت وجودك على تشوك، يعني طبعاً من تجي قلنا تفتح تشوك، ما راح تفتح تشوك بشكل كامل، لا تفتح، خلينا نقول يقول لك افتح ربع أو ثلث الفتحة مال تشوك، أما ما تفتح تشوك بالكامل هاي نقول ممنوعة على الإطلاق. يعني أبو المضخ راح يضخ مثلاً 2 برميل ضخ طين داخل البئر، ونطاكي عاز قال لك افتح تشوك، لما تجي تفتح تشوك أول شيء سلولي، وتفتح تشوك بربع أو ثلث الفتحة مال خلينا نقول التشوك لاين، حتى تبقى مسيطر على حركة الكيك والضغط خلينا نقول موجود داخل الفراغ الحلق. صراحة هذه أعتقد تستخدم أدنى، لكن راح أتكلم أنا بشكل سريع. حتى الكل شيت يعني حساباته معقدة، صراحة نعطيها بشكل مختصر. تحتاج إلى حسابات خاصة، ما راح تكون مشابهة للدريلرز ولا الإنجينير. الطريقة الثالثة اللي هي الكونكورنت ميثود، هذه الطريقة أيضا تضم يعني شبيهة بطريقة الإنجينير، وان سيركوليشن أو وان سايكل، لكن الفرق الوحيد بينها وبين الإنجينير ميثود، الإنجينير ميثود احنا راح نحضر طين بكثافة معينة، بكثافة أعلى من الكثافة، أعلى من كثافة الطين الموجود داخل البئر، ونبدأ نضخ الماد الجديد اللي هو الكيل ماد أو الهيبير ماد. هنا راح نغلق البير ونبدأ شو نسوي؟ تثقيل الماد راح يكون على مراحل، يعني مثلا الكثافة مال الطين أنا كانت عندي 9.5، صعدتها شقد؟ صعدتها سويتها 9.8، هاي بالمرحلة الأولى، وضخيت دفعة من هذا الطين. بعدين سويت صعدتها سويتها مثلا 10.2 وضخيت دفعة من الماد، بعدين سويتها مثلا 10.5 وضخيت أيضا. فهذا الفرق، يعني خلينا نقول تثقيل الماد على مراحل وليس مرحلة واحدة، لذلك الماد راح يكون داخل الدريل بايب وداخل الفراغ الحلقي راح يكون متغير بال كثافة، يعني كل انتربال يكون بقيمة كثافة معينة. فتشوف الانخفاض بالضغط ليس يعني ما راح يكون عندك سلايتلي أو سموث، راح يكون على شكل شنو؟ راح يكون على شكل مدرج. يعني هذا التدريج يمثل عندي
او كل تدريجه منها تمثل عندي انترفال معين. هذا فرق الكونكرنت ميثود عن الانجينير. هناك نضخ المد بكثافه واحده، لكن هنا راح يكون يعني عده كثافات او عده قيم للكثافه لكثافه المد، بمعنى او باخر خلينا نقول عده قيم او عده انواع للمادة اللي راح يتم ضخها داخل شنو؟ داخل البير او داخل عمود الحفر. هذا فرق الكونكيرنت ميثود عن الانجينير، وهي ايضا شبيهة بطريقة الانجينير ميثود. ثم يعني ما اعتقد تحتاج ان نطيل بها. ايضا بها ادفانتج وديز ادفانتج، مينيمم اوف نان سيركوليشن تايم، يعني وقت عدم التدوير راح يكون اقل. اكسلنت فور لارج انكريز ان مد ويت اندر بالانس دريلينج، طبعا تعتبر جيده في حال زيادات الكبيره بالمد ويت اندر بالانس. المد كونديشن فيسكوسيتي اند جيل سترينث كان بي مينتيند الونج وذ ذا مد دنسيتي. يعني انت ما يصير بس تزيد، احنا قلنا الزياده تدريجيه بالكثافه، وكل ما ازيد اضخ هذا المواد بنفس الوقت هذه الاضافات راح تاثر على الفيسكوسيتي والجيل سترينث، فعليك ان تحافظ على الفيسكوسيتي والجيل سترينث مع كل اضافه. ليس كيسنج بريشر داون دريلرز ميثود، طبعا اقل ضغط على البطانه اقل. ليش؟ لانه راح تكون وان سيركوليشن. فهذه الطرق او طرق قتل البير، لكن الاكثر استخداما هي بالدرجه الاساسي دريلرز والويت اند ويت او الانجينير ميثود. البقيه احنا ما اعتقد استخدموها لقتل الابار. بالمناسبه يعني حتى في مراحل الكيسينج ممكن ان يعني تحدث عندي الكيك او البلو اوت، يعني في كل الاحيان نتوقع وقوع مشكله الكيك. نجي على البلو اوت بريفنترز، معدات او مانعات الاندلاع. تعريف مانعات الاندلاع، البلو اوت بريفنتر اللي هي المعدات اللي تستخدم لاغلاق البير، وبنفس الوقت equipment is used to shut in a well، إغلاق البير، وبنفس الوقت and circulate out an influx if it occurs، وتدوير يعني تغلق البير وتسمح بتدوير أو إخراج الكيك إلى الخارج في حال وجود الكيك. These are valves which can be used to close off the well at surface. يعني هذه الفالفات ممكن اللي ممكن أن تستخدم لإغلاق البير على السطح. In addition to the blowout preventer, the blowout preventer equipment refers to the auxiliary equipment اللي هي المعدات الأخرى والمساعدة required to control the flow of formation fluid and circulate the kick out safely. يعني ممكن أن يكون تعريف آخر للبلوات preventer، أنا ما أريد نطيل بها. طبعا بها نوعين رئيسيه، تايبز اوف بلو اوت بريفنتر اللي هي الانيولار او الباك تايب الحلقيه والرام. النوع الثاني الرام الرام بايب، وهذه بها ثلاث انواع، البايب رام، بليند رام، والشير رام. ثلاث انواع. طبعا البلوات بريفنتر هي مجموعه من قلنا الفالفات، يعني انت من تشوف البلوات بريفنتر مستحيل ان تلقي بس الانيولار او بس البايب رام، يعني على الاقل اثنين او ثلاثه، يعني الانيولار والبايب رام مثلا والبلين، او الانيولار والبايب والشير. مستحيل ان يكون عندي بس الانيولار او بس البايب او بس البليند او بس الشير. فالبلو اوت بريفنتر على الاقل it is very
راري فور اولي وان، يعني نادر جدا ما يكون عندي اولي وان بلوت بريفنتر تو بي يوزد اون اوير. تو ثري اور مور بريفنتر ار جنرالي ستاكد اب، يعني اثنين او ثلاثه او اكثر اللي تكون مركبه مع بعضها البعض، وان اون توب of the other to make up a blowout preventer. ستاك ستاك هنا تجي خلينا نقول عبارة عن مجموعة أو حزمة من المعدات. This provides greater safety and flexibility in the well control operation. نجي على الأولى اللي هي مانعات الاندلاع الحلقية، وقلنا يتم تركيبه طبعا بهذا الشكل. هذه هي مانعات الاندلاع الحلقيه اللي تكون وين؟ تكون بالاعلى، اللي هي اول وحده بالاعلى بالنسبه لمانعات الاندلاع، وتكون حاويه على هذا الجزء اللي يكون من الربر او المطاط اللي يكون موجود داخل البلو اوت بريفنتر. الجزء الأساسي يعني الأجزاء الأساسية هي الربر أو السيركل ربر، عبارة عن ربر يكون دائري باكينج يونيت، نسميه باكينج يونيت، اللي هو وحدة الإغلاق أو وحدة التحشية الموجودة أو الربر المحشى داخل البلو أوت بريفنتر. طبعا من المميزات لهذا النوع من مميزات الانيولار بريفنتر اللي هي كلوز اوف اراوند اني سايز اور شيب اور بايب، يعني ممكن ان تغلق على اي حجم من الانابيب واي شكل، يعني دائري سداسي رباعي ثماني اي شكل للبايب، ومهما كان حجمه ممكن ان يعني البلوت بريفنتر ان تغلق عليه. بينما بالانواع الاخرى اللي هي البليند والبايب والشير، هذه لا يعني خصوصا البايب رام، هذه تكون محدده بقطر معين، يعني تغلق على قطر معين. فهذه واحده من المحاسن او مميزات البلو اوت الانيولار بلو اوت بريفنتر، اللي هو ممكن ان تغلق على جميع الأقطار وجميع الأشكال. طبعا ضغط الإغلاق هو 2000 أو 5000، يعني الربر مثلا يتحمل مثلا 5000، أنت ما تجي تغلقها أو تسلط عليه ضغط 5000 بالكامل، لا، يعني تنطيه مثلا 4000 وتترك الألف. ليش تترك الألف؟ للفلود أو الغاز هو اللي راح أيضا يدفع السيركولار ربر ويوصل الضغط الى اشقد؟ الى 5000. انت هنا ذا راسا ضغطت على الربر ب 5000 بي اس اي، ما بقيت مجال ل خلينا نقول الغاز او الفلود حتى يضغط، يعني هنا راح يكون الضغط اضافي على الربر وممكن ان يؤدي الى حدوث فيلر او فشل بالبلوك بريفنتر. طبعا هذا الشكل، شوف هذا الجزء المطاطي الموجود داخل البلو اوت انيولار بلو اوت بريفنتر، وعندك هنا هذا جزء حديدي، وعندك بيستن، يعني بيستن من الاسفل هو اللي راح يدفع شنو؟ راح يدفع الجزء السيركلر ربر من الاسفل باتجاه الاعلى، وبالتالي راح الربر يعني من الاعلى يضغط وين؟ يضغط على البايب، يضغط على البايب ويغلق عندي الفراغ الحلقي. فعندي بيستن بالاسفل من الاسفل يدفع الربر باتجاه الاعلى كانه يضغط على الربر، والربر خلينا نقول بنفس الوقت يضغط على القطر الخارجي او الجدار الخارجي للبايب، وبالتالي ينغلق او ينعزل الفراغ الحلقي. اذا الجزء الاساسي هو السيركولار ربر. هذا الشكل التخطيط اللي يمثل عندي عفوا حركة
سيركولر ربر الى الاعلى واغلاق الفراغ الحلقي. يعني شوف البستن جاي يدفع الجزء المطاطي الى خلينا نقول على الجدار باتجاه الاعلى وعلى جدار الباين. هذه هي البلوك بريفنتر، وهذا السيل ايلمنت، هذا هو الربر او السيركولر ربر. الانواع الاخرى اللي هي الرام، بايب رام، بليند رام، طبعا كل واحده منهم لها استخدام. البليند رام ها تستخدم في حال عدم وجود اي بايب داخل البير، يعني نغلق البير عن طريق البليند رام اذا ماكو عندي بايب داخل البير، فهذه راح تغلق البير في حال عدم وجود شنو؟ في حال عدم وجود اي بايب داخل الهول. البايب رام الفرق عن البليند رام، لا تغلق البئر او تغلق الفراغ الحلقي في حال وجود شنو؟ في حال وجود بايب داخل الهول. لكن الجزء العازل او الربر او الاليمنت سيل، يعني الجزء العازل يكون خلينا نقول مصنع باقطار معينه، باحجام واقطار معينه، يعني ما يغلق على كل الاقطار. فاني مثلا عندي دريل بايب القطر الخارجي 5 انج، استخدم بايب رام تغلق او خلينا نقول تقفل على الدريل بايب ابو ال 5 انج، ما يصير استخدم اكبر ولا يصير استخدم اقل. اذا استخدمت اكبر او اقل فما راح تغلق البايب رام على البايب. فالبليند في حال اغلاق البير في حال عدم وجود بايب، البايب رام في حال وجود البايب داخل البير، وال خلينا نقول البايب معلوم حجمه، والبايب رام اللي خلينا نقول استخدمتها ممكن ان تغلق على الدريل بايب الموجود داخل البير. الشير رام طبعا هذه حل اخير، ما يصير تستخدمها حل أول، هي القصية، هاي تستخدم لقطع يعني بعد الوصول إلى مراحل متفحلة، فهنا راح يستخدم أو تستخدم هذه الطريقة لقطع أنابيب الحفر، راح نشوفها بالصورة موجودة عندي. هذه هي البايب رام، وتشوفوها يعني الجزء المطاطي يكون نصف هلالي، سيمي سيركل، سيمي سيركل، يعني حسب القطر الخارجي للبير، حسب القطر الخارجي للبير. هي تغلق هيدروليكيا على السطح الخارجي او الجزء الخارجي من البايب، واللي راح يكون خلينا نقول الجزء العازل هو الجزء المصنع من الربر. هنا نلاحظ البليند رام ما بيها اي، يعني الشكل العازل هو ليس نصف هلالي، القطعتين كأنه وحدة تتداخل مع الاخرى او تتركب مع الثانية، بحيث تغلق البير في حال عدم وجود اي شنو؟ في حال عدم وجود اي بايب داخل البير، لذلك تسمى بليند الاعمى، الاغلاق الأعمى بهذه الحالة، بليند أعمى. النوع الثالث أو الأخير اللي هو الشير رام، هنا يستخدم لقص، شوف مراحل القص، يعني هنا راح تقطع البايب وبنفس الوقت تكبسه، يعني قص وكبس التوب مال أو رأس الأنبوب، تكبسه حتى تمنع تدفق أو خروج شنو؟ او خروج المواد الى الخارج. هاي طبعا هذه اخر الحلول، يعني بحيث انا جيت اغلق بعد ما بها مجال ما اقدر يعني استرجع، فحاول ان اقطع البايب بهذه الحال. هنا عندنا بعض الضغوط ايضا اللي تكون مهمه، يعني كيف احسبها، الفورميشن فراكتشر بريشر والجريديان، شلون احصل عليها وكيف احسبها.
عندي يعني الفحص اللي ممكن من خلاله انا احصل على الفورميشن فراكتشر بريشر، ضغط الكسر، نسميه ليك اوف تيست، ليك اوف تيست، ضغط التسريب، ضغط التسريب. ضغط التسريب او ليك اوف تيست اللي ممكن من خلاله نحسب ضغط الكسر، وهذا يعني الاختبار او الفحص يتضمن عده خطوات ممكن اختصارها او ايجازها بشكل بسيط وسريع. احنا بعد ما ننزل البطانه ونسمت نسمت البطانه ايضا، يعني إنزال البطانة وتسميتها، إنزال البطانة وتسميتها لإجراء فحص الليك أوف تيست. شو نسوي؟ ننزل الـ يعني أنزلنا البطانة وسمتناها، راح ننزل البت الجديدة، نحفر شقد؟ نحفر ما يقارب 20 قدم بالفورميشن الجديد. بعد هذا شو نسوي؟ نسحب البت الى داخل الكيسنج، يعني كان هنا نرفع البيت الى داخل البطانه، ما نخليها ضمن هذا ال20 قدم اللي احنا حفرناها. بعد ما رفعنا البيت الى داخل البطانه، نغلق البلو اوف بريفنتر ونربط خلينا نقول الفلو لاين، نربطه بمضخات السمنت لانه الضغط مالها يكون اكبر. بعد اغلاق البلاست بريفنتر نبدا نضخ الماده، لكن نضخها بمضخات السمنت لانه ضغطها يكون اعلى واكبر. فيستمر او نستمر بعمليه الضخ سواء ربع او نص برميل شوف انت بالدقيقه حسب البروسيجر. هنا عندي شنو؟ عندي الفوليوم بومبد، الحجم اللي انا جاي اضخه، يعني حجم الماد اللي هو موجود على اليمين. اللي على اليسار يمثل عندك العملية، على اليسار يمثل عندك العملية اللي هو قلنا انزل البطانة واسمت واحفر 20 قدم وارجع مرة ثانية اسحب البيت داخل البطانة واغلق البلاست بريفنتر وابدي اضخ الماد، يعني ربع برميل، ربع برميل واسجل ضغط، ربع برميل واسجل ضغط الى ان اوصل الى. طبعا احنا الضغط ايش بيه؟ الضغط يزداد مع الحجم، كل ما ضخيت حجم كل ما شنو؟ كل ما الضغط على الفورميشن يزداد. ليش؟ لانه انا اغلقت البلاست بريفنتر، وين راح يرجع الضغط؟ راح يرجع الضغط على الطبقه. فاستمر بضخ مثلا ربع 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 برميل، واسجل عند كل ربع برميل اسجل مقدار الضغط، الضغط راح يزداد. لحظة هبوط الضغط يعني من اشوف اني الضغط شبيه هبط، هذا الضغط او هذه النقطة اسميها الليك اوف تيست او الليك اوف تيست بوينت، اللي هي نقطة الليك اوف بوينت، العفو ليك اوف بوينت، نقطة التسريب. بمعنى الفورميشن صار بي فراكتشر، بدأ يسرب إلى داخل شنو؟ بدأ يسرب إلى داخل إلى داخل الطبقة أو إلى داخل التكوين. طبعا مو تستمر لهنا، المفروض وتتوقف، يعني ما بكيفك أنت تروح لتستمر. يعني من تحس أكو هبوط بالضغط بعد الزيادة تقول خلاص هذا هو الضغط مال الفحص او الليك اوف تيست بريشر، هو هالقد مثلا 1200 بي اس اي، 1200 بي اس اي، توقف ما تستمر، لانه اذا استمريت بعد هذه النقطه راح توقع في مشكله اللوس سيركوليشن. الليك اوف تيست من الفحوصات المهمه اللي تستخدم لمعرفه ضغط الكسر او تحديد ضغط الكسر بهذه الحاله.
فهذا مختصر لكل هذه الخطوات اللي ممكن أن تستخدم في حساب ضغط التسريب، العفو، ضغط الكسر. بس ضغط الكسر اللي هو الفورميشن بريك، العفو، بريك داون، اللي هو الهيدروستاتيك مال المات داخل البير، زائد الضغط اللي سلطته اني وين؟ زائد الضغط اللي سلطته اني من السطح، مجموع دولي راح يوصلني الى شنو؟ راح يوصلني الى ضغط الكسر، يعني الضغط المسلط من السطح زائد الضغط الهيدروستاتيكي الموجود داخل البير، دول الاثنين هم مجموعهم هو الفراكتشر بريشر او الفورميشن فراكتشر بريشر. الفورميشن بريك داون جريدينت او اي جريدينت هو الضغط على الديب، ضغط على الديبث، لكن الديبث الى وين؟ الى الكيسينج شو او الشو ديبث. الماكسيمم اكوفالنت مد ويت يعني اقصى كثافه مكافئه ممكن ان تستخدم خلال الفحص، نفس القانون، يعني بدل ما اقول هيدروستاتيك يساوي 0.052 في الرو في الترو فيرتيكال ديبث، هنا بالعكس انا اريد اقصى كثافة، لأنه أنت أكيد كثافة نتيجة الضغط أيضا ممكن أن تتغير، أو ممكن أن أحصل على الفراكتشر يعني بريشر عن طريق زيادة المود ويت، مزيد من الكثافة مع المود ويت، وأحصل على يعني وأوصل إلى ضغط الكسر. أقصى maximum equivalent mud weight ممكن أن توصلني إلى ضغط الكسر، اللي هو الضغط على يعني ضغط الكسر على الـ أيضا الـ true vertical depth عند الشو في 0.052، وها كلها يعني ترجع إلى قوانين الهيدروستاتيك pressure. ايضا من الضغوط الاخرى اللي راح تصادفكم بكثره خصوصا بالويل كنترول اللي هو الماكسيمم الاوبل انولار سيرفيس بريشر، اقصى ضغط مسموح به وين؟ مسموح به يعني على السطح، يعني ممكن تسليطه على السطح، اللي هو طبعا انا هنا خلال شنو؟ خلال الليك اوف تيست، خلال الليك اوف تيست. فنفس القانون مال الفورميش، لكن هنا بالعكس كأنه أقول الليك اوف تيست بريشر يساوي الفورميشن بريك داون ناقصين الهيدروستاتيك. هناك كنت أجمع، هنا راح أطرح أقصى ضغط ممكن تسليطه على السطح اللي هو ضغط الكسر، أطرح من عنده الهيدروستاتيك يطلع أو ينطيني الضغط الموجود وين؟ الضغط الموجود على السطح، أقصى ضغط مسموح به، يعني أقصى ضغط حلقي مسموح به وين؟ على السطح. ممكن حسابه يعني ايش نقول؟ قلنا ماكسيمم ام دبليو اي اس بي يساوي الفراكتشر بريشر ماينس الهيدروستاتيك بريشر، وممكن استخدامه
اكو صوت يمكم طلاب؟ شاشة موجودة؟ ايه الساعة موجودة؟ تمام، نكمل باقي المحاضرة. هاتش عندي سؤال. سؤال ايه الساعة؟ جواب. استاذ بالنسبة للكيك أول ما تصير، احنا نعرف انه أول خط دفاع عندنا هو طين الحفر، يعني نبدي نبلش بأول خط دفاع نعالج بيه لو ايه مباشر نروح مثلا على البلو أوت بريفنتر عندنا كخط دفاع أول بالبلو أوت بريفنتر. لا، انت من تدخل الكيك راسا تغلق البلاو. استاذ نغلق الخط الدفاع الاولي بالبلو اوت بريفنتر مو؟ لا، انت اسف، اي انديكيشن انت على السطح شفت اكو زياده بالفلو او زياده بالحراره، زياده بخزانات الطين، خلاص يعني معناها اكو كيك. راسا شو تسوي؟ رأسا تغلق البلاوت بريفنتر رأسا. استاذ هو الاغلاق مو يكون على ثلاث مراحل مال البلو اوت بريفنتر؟ شلون يعني؟ استاذ مثلا يعني حسب سيطرتنا على الكيك. إيه هو حتى سيطر اغلق البلاوت بريفنتر. استاذ مو اكو غلق يعني اولي بس اللي ذكرته الاولي، واكو قطع العمود الحفر كامل. هذا يعني الخط الدفاع الاول عمود الحفر خلال عمليات الحفر، اللي هو راح المفروض يبقى هو المسيطر على الفورميشن، يمنع دخول اي شيء غريب الى داخل البير. بس يسمح بدخول اي شيء معناها خلاص انتهى، ما بقى عنده اي سيطرة على البير، يعني صار خارج السيطرة بالنسبة للبير. هنا راح يجي الدور المنو، راح يجي الدور للبلوك بريفنتر، يعني قبل دخول الكيك هو المسيطر، بدخول اي جسم او اي شيء غريب الى داخل البيت فقد الدور ماله واصبح الدور للبلو اوت بريفنتر. يا احمد تمام استاذ، تمام واضح؟ واضح استاذ. عندنا هنا الفورمولا اللي ممكن ان تستخدموها انتم في حساب او ملء الكل شيت، ولو الكل شيت هي بها اصلا الخطوات موجوده واحده وراء الثانيه، عدا بعض الامور اللي هي الهاي او هاي اوف انفلاكس الانفلاكس جريديان، هذه لا ممكن ان تحسبوها خارج يعني الكل شيت. وعندكم المصطلحات على اليمين اس اي دي دبل بي شت ان دريل بايب بريشر، اس اي سي بي شت ان كيسنج، اي سي بي انيشال سيركليتنج، اف سي بي فاينل سيركليتنج، اس سي ار سلو سيركليتنج ريت، في بعض الاحيان كي ار بي. الكي ار بي اللي هو الكل ريت بريشر، كي ار بي KRP Kill Rate Pressure معدل قتل البير، يعني ضغط يعني معدل ضغط القتل. KMW اللي هي Kill Mud Weight كثافة القتل، IMW Initial Mud Weight، وفي بعض الكتب OMW Original Mud Weight. ال PIL هي annular pressure losses، وال L هو length of influx طول. طبعا هذا مهمة يعني بعدين راح اوضحها لكم انه كيف تحسب ال high of influx. هذه الفورمولا اللي ممكن ان تستخدم في حسابات قتل البير.
كيف احدد انا شنو نوع الانفلاكس؟ هل هو غاز؟ هل هو اويل؟ هل هو فريش؟ هل هو سالت ووتر؟ طبعا من خلال حساب الجريديانت، خلال حساب تحسب شنو الانفلاكس جريديانت بوحدات بي اس اي بير فوت، فتشوف ضمن اي رينج من هذه الرينجات، على ضوء الرينج او الجريديانت تقول هو غاز، هو اويل، هو فريش، هو سالت، اللي خلينا نقول دخل الى داخل جوف البيت. هذه هي الكل شيت، وهذه مهمه جدا. يعني انت مباشره بس قال لك اكو كيك، ايش راح تسوي؟ راسا تقول له جيب لي شنو؟ راسا تاخذ الكل شيت وتبدي تمليها بالمعلومات، قد قطر البئر، البروفيرتيكال ديبث، السايز، المجر ديبث، الى اخره من المعلومات. الكثافه مال البئر ايش قد كانت يعني في حال حدوث الكيك؟ دونت كل هذه المعلومات انا. اجي هنا على الطرف الايسر اللي هو انا ايش عندي؟ فورميشن سترينج تيست، او هنا من اقول فورميشن سترينج معناها الليك اوف تيست ايش قد؟ طبعا راح يحط عندك بالسؤال الكثافة خلال عملية الفحص اللي مد ويت ات تيست. هنا صراحة ما واضحة لان انا كبستها حتى شوية تكون ضمن السلايد. الماكسيمم الليوبل مد ويت هو ناطيك اياها، يقول لك البي زائد الاي على كذا ينطيني سي. انت اكو بعضها مدخلة تجيبها من السؤال وتخليها بالمربعات، وبعضها انت تحسبها حساب. Initial maximum allowable surface pressure شو يقول لك؟ السي اللي هو شنو؟ maximum allowable mud weight ناقصة current mud weight. الكرنت mud weight انتبه، الكرنت تختلف عن المد ويت على التيست. الكرنت mud weight تجيبها من هذا المربع اللي هو اول مربع على جهة اليمين صف المخطط هذا مال البير. فهذه بعضها انت يعني تجيبها من السؤال وتمليها داخل المربعات، وبعضها انت تحسبها. هو قايل لك الخطوات تحسبها بكذا وكذا وكذا. نجي على البامب، بامب نمبر 1 كم؟ خلينا نقول برميل ستروك، كم برميل بالضربه؟ هو راح يعطيك اياها ايضا، مثلا برميلين بالستروك الوحده تخليها. نجي هنا سلو بامب ريت ديتا، مثلا البومب الاولى كم ستروك بالدقيقة؟ 30 او 40 او 50. الثانية شقد عندي يعني كم ستروك كم ضربة بالدقيقة؟ فهذه معلومات من السؤال انت تجيبها وين تخليها؟ تخليها بالكل شيت. هذه نسميها كل شيت، يعني شيت مال القتل. بعد هذا نبدا نحسب الكاباسيتي والفوليوم، العفو الفوليوم دليل بايب بري او الريكوردد، بري ريكوردد فوليوم ديتا. نجي حجم الدليل بايب شو يساوي؟ طول الدليل بايب في الكاباسيتي مال راح يعطيني حجم، يعني حجم الدليل بايب ايش قد؟ الهافي وول دليل بايب ايضا طول الدليل بايب في الكاباسيتي ايش قد راح يكون الحجم؟ دليل كلر اللينث في الكاباسيتي ينطيني الحجم. مجهسه الدريل سترينج فوليوم او توتال فوليوم اوف دريل سترينج اللي هو الدي، اجمع الدريل بايب والهابي وول والدريل كلر راح ينطيني هذا مجموع حجم الدريل سترينج بالكامل. اريد ايش كم ستروك ضخيت لملئ الدريل سترينج انا اثناء القتل؟ ايش كم ضربه للمضخة حتى إلى أن وصلت الطين مال القتل إلى الحافر، من رأس عمود الحفر إلى البيت أو للحافر؟ يساوي هو نعطيك القانون، يقول لك الفوليوم. فوليوم شنو؟ الفوليوم مال دول الثلاثة تقسيم البومب ديسبليسمنت. البومب ديسبليسمنت اللي هو شنو؟ برميل بالضربة، برميل بالضربة. فبرميل مع برميل راح يروح، لأن أنا عندي بالسطح برميل، والبومب ديسبليسمنت ازاحه المضخه هي بوحدات برميل للستروك، راح ينطيني عدد الستروكات.
التايم اللي انا احتاجيته لضخ الطين من راس العمود الى البيت اللي هو البومب ستروك، ايش كم ستروك؟ مثلا 3 ستروك، شنو 30 ستروك بالدقيقة على السلو بومب ريت اللي هو طبعا ال ال يعني ال خلينا نقول البومب ستروك 30 ستروك بالدقيقة، وعندي هنا سلو بومب ريت اللي هو مثلا عدد الستروكات الكلي، ايش قد راح يطلع عندي؟ شوف ايش قد راح يطلع عندك انت، مثلا 20 30 دقيقة لإيصال أو ضخ الماد إلى يعني من رأس العمود إلى الحافرة أو إلى البيت. فالكل شيت هي خليت لكم مثاليا، تقدر يعني بإمكانكم أي سؤال أنا يعني موجود حتى ما نطيل بها، لكن مهمة مهمة. يعني أنت أول شيء عليك من يقول لك أكو كيك، عليك أن تملأ المعلومات حتى تشوف شقد الحجم، يعني حجم المد اللي يحتاجه أنا للقتل. هذه من وين أحسبه ومن وين أجيبه؟ من حساب الفراغ الحلقي، حساب حجم عمود الحفر، وأنطي إضافي. هذه تعتبر مهمة، كم ضربة، شقد أحتاج تايم لإزاحة المد إلى آخره من المعلومات اللي أنت تحتاجها. فصراحة هي القوانين موجودة، الكل ديتا هنا عندي شوت اندريل بايب شوت انكيسنج والبيت جين او الكيك فوليوم، في بعض الاحيان يسموها كيك فوليوم، الكلمة دويت ايش قد تساوي، تساوي عندي الانيشال او الكرنت مود ويت، العفو الشوت ان، شوت ان دريل بايب على الترو فيرتيكال ديب، في ما واضح يعني صايره واحده جوا الكرنت مود ويت زائد الشوت ان دريل بايب على الثرو فيرتيكال ديبث في 0.052. هذا قانون حساب كثافه القتل، الدايناميك سيركوليشن بريشر او نسميه الاي سي ار، انيشال سيركوليشن بريشر ضغط التدوير الاول ايش يساوي؟ الضغط الموجود على راس العمود الحفر زائد ضغط التدوير اللي راح ابدي ان ادور به الماد. فالقوانين موجودة عندكم، كلها موجودة عندكم، وعندكم هذه الكل شيت مهمة، وهذه بعض الأمثلة خليتها لكم، يعني تقدر أن تحلوها، وأي سؤال يعني خلينا نقول يقف عندكم أنا موجود، أو تقدر تقول لي أنا وقفت بهذه، أو هذه ما فهمتها، أو هذه كيف يعني تنحسب. خليت لكم 3 أمثلة يعني تقريبا متنوعة، لكن كلها على الكل مات أو الكل شيت. أنت تنقل هذه المعلومات، حاول تمارس نفسك، يعني الكل شيت حاول أن تمليها بأسرع وقت، بأسرع وقت ممكن. لهنا تنتهي المحاضرة بالكامل. إذا أكو أي سؤال قبل أن أنتقل بكم إلى خلينا نقول شكل توضيحي أكثر. دكتور، سؤال دكتور. السلام عليكم. السلام عليكم يوسف. دكتور، بس ضغط الكسر للطبقة شلون نقدر نعرفه؟ ضغط الكسر انا قلت لك عن طريق يعني بفحص الليك اوف تيست. يوسف ارجع لك للليك اوف تيست، الكل شيء تركزون عليها. نعم. هنا شوف يوسف، انا ايش قلت؟ قلت حفرت المقطع السطحي على سبيل المثال. نعم. نزلت البطانه، سمتت البطانه، انتظرت تصلب السمنت حتى اعرف يعني ضغط الكسر يعني للمقطع القادم اللي راح احفره، تجنبا لوقوعي بمشاكل. قبل ان ابدي به لازم اعرف شنو؟ لازم اعرف ضغط الكسر. اي ضغط الكسر. ايش راح اسوي؟
انا نزلت عمود الحفر والبت الجديده، نعم راح احفر اسفل يعني اسفل حذوه البطانه هذه، ايش قد احفر؟ ويقول لك 3 امتار، 20 قدم، 30 قدم، المهم ما نعم بها رينج، ما بها رينج. على سبيل المثال حفرنا 20 قدم، ارجع اسحب البت وين؟ ارجع اسحب البت داخل البطانه، ما اخليها داخل الاوبن هول، اسحبها وين؟ داخل البطانة. داخل البطانه، واغلق البلو اوت بريفنتر، زين. واربط مضخات السمنت بخزانات الطين، يعني اربطها بالتشوك من او بالمينيفولد مال الماد. حصل الضغط على الطبق. وابدي اضخ ماد، ابدي اضخ ماد وين؟ داخل البير، داخل فراغ الحر. مثلا ربع برميل، كل ربع برميل اسجل الضغط ايش قد؟ ربع برميل ايش قد صار؟ نص، ثلاث ارباع، واحد، واحد وربع، وهكذا. انا كل ما استمريت الضغط وين راح يرجع؟ انا ماكو اي متنفس للماد، راح يرجع الضغط وين؟ الطبقة. راح يرجع الضغط على الطبق. الضغط مع يعني مع الماد فوليوم يزداد. لحظة هبوط الضغط انا حسيت صار عندي هبوط، شنو بالضبط؟ هبوط بالضغط. هذه النقطة وهذا الضغط اقول هو ضغط الفراكشر او الليك الكسر. ليك اوف زين. اي ضغط الكسر او الليك اوف بريشر، يعني ضغط التسريب. اعلى ضغط وصلنا له، اعلى ضغط وصلنا له، خلينا نقول قبل ان يحدث، يعني هنا الكسر قد يكون قليل جدا. نعم بس هنا ارجع واقول دير بالك تستمر، مو تروح تستمر، راح تقع راسا توقف، لانه راح تقع في مشكله اللو سيركوليشن. فراح اسجل ضغط الكسر، خلي اسوي لك اياه بهذا الشكل. هذا هو ضغط الكسر، شوفه يوسف. نعم دكتور، يعني هسه هذا القيمه اقول مثلا 1200 1500 هي الليك اوف بريشر او الفراكشر بريشر بهذه الحال. تمام دكتور، تمام اشتي دكتور. بعد سؤال اخر، الكل شيء دزيته لكم طلاب على الجروب، بس يوسف نسيت ما دزيتها لكم. عندكم الكترونيه او اكسل، ممكن بس تمليها، تخلي هذه القيم بالاكسل، هو راح يعطيك كل القيم، هو يحسب لك، تنطي المطلوب والكالكوليت هو يحسبه. تمام دكتور ان شاء الله. وممكن ان يكون يعني باي هاند عن طريق خلينا نقول انت تمليها باليد. تمام. بعد اكو سؤال يا طلاب، راح عليكم الغداء. والله دكتور انا جيت على المحاضره متاخر، ما اعرف يا هسه يعني ما كان عندي نت، فهسه فتحت دخلت مباشره. اليوم ما يتغدون؟ يلحقون على الغداء دكتور؟ لا اليوم يصومون. تستكمل دكتور هذا هو خلصت المحاضرة؟ لا راح اروح لكم على فد ملف اخر اذا ماكو سؤال هنا. انا ما عندي سؤال. خلي نروح الملف اخر، يعني بالارقام احنا مستعرضين لكم قديما. نعم. اكو صورة؟ اي اكو صورة. زين هنا راح اروح بالارقام، احنا اكيد يعني بالمرحله الاولى او خط الدفاع الاول، يعني العفو المرحله الاولى في طريقه الدريل ارز لازم يكون الدريل بايب والهايدروستاتيك اثنينهم يوازنون البوتم هول بريشر، اي خلال بواحد من عندهم نقصان يعني راح يوقعك في مشاكل الكيك.
بعدين ارسله لكم هذا ايضا اذا يعني تبدوه. هنا راح اجي شوف هذه طريقة الحفار. انا عندي شوف هسه اغلقت البير، الضغط هنا يقرأ على رأس البير 300، وعلى رأس دائما ها خلوها في بالكم، او في اغلب الاحيان الضغط على رأس البطانة اعلى من الضغط الموجود على رأس عمود الحفر، هذا ايضا خلوها ملاحظة. فاغلقنا البير بطريقة الحفار well is shutting and pressure allowed to stabilize، نغلق البير ونسمح للضغط أن يستقر أو ننتظر الضغط إلى أن يستقر يعني برأس عمود الحفر وبرأس البطانة. طبعا الضغط الموجود شاتن دريل بايب زائدا الهيدروستاتيك مال الماء داخل العمود هذا شو يساوي؟ يساوي البوتوم هول بريشر. البوتوم هول هو مجموع الضغط الهيدروستاتيكي الموجود داخل عمود الحفر زائد الضغط الموجود وين؟ على رأس العمود. القتل بطريقة الحفار، هسه أغلقت البير سجلت الضغوط، الكيك موجودة هذا الخط الأحمر، لكن شنو؟ بشكل قليل جدا. هناش عندي 5200، هذا شنو؟ الهيدروستاتيك بريشر داخل العمود زائد 300 اللي هي شاتن دريل بايب يساوي 5500 بي اس اي. 5500 بي اس اي هذا يعني البوتوم هول بريشر. هسه شوف بديت ادور انا هذا بالوان سيركوليشن او السيركل السايكل الاول، ليش 1300؟ 1300 من وين جت؟ 300 مال الشت ان والالف اللي هي ضغط الانيشال سيركوليشن بريشر اللي بديت ادور به، فالف زائد 300 1300 اللي هو ضغط التدوير الاولي او الابتدائي. في بعض الاحيان كنا نسميه كي ار بي كيل ريت بريشر، كيل ريت بريشر معدل ضغط القتل، هذا بمعدل ايش قد؟ 40 ضربه بشنو؟ 40 ضربه بالدقيقه وبضغط 1000 بي اس اي. اذا الانيشال سيركوليشن بريشر 1000 زائد 300 ايش قد راح يصير؟ 1300، فاصبح الضغط على راس عمود الحفر 1300. بدينا نضخ لكن ضغط البطانه ايش بيه؟ لا زال ثابت 500. راح نستمر للتدوير، الكيك ايش بيها؟ طبعا هذا بالسيركل الاول ال 1300 ثابته، ليش؟ لانه الماده غير ملوث داخل عمود الحفر اللي هو الملوث فقط الموجود بالفراغ الحلقي، فيبقى 1300 بينما ضغط الكيسنج بدا يصعد، ليش؟ يعني الكيك بدات تصعد وبدات تتمدد او بدا الغاز يتمدد، فصار ايش قد؟ 650. قعد دورنا اكثر صار ايش قد؟ 300. صعدت الكيك، بعد الكيك بدات تصعد وتكبر بنفس الوقت صار 1000 1100 1250 1400 1600 1750 بدا يهبط، ليش؟ الكيك وين صارت؟ الكيك هسه اصبحت خارج بدات تخرج خارج البير، فبدا الضغط يعني على راس البطانه ايش بيقل؟ 400 ورجع الى ايش قد؟ 350 ومن ثم شنو؟ ومن ثم 300 هنا طبعا 300 وقفنا شنو؟ رجعت شو وقفت؟ وقفنا الضغط تمام، فأصبح الضغط متساوي وأصبح المد القديم هو الموجود داخل شنو؟ داخل الأنيولس وداخل الجديد دكتور. لا هذا القديم، السايكل الأول أزحت به الإنفلاكسي أيوسف. نعم هسه راح أبدي أضخ المد الجديد، هسه بديت أضخ شنو؟ أضخ المد الجديد أيضا بـ Initial Circulation 1300.
شوف بديت اضغط الضغط داخل الدريل بايب شبيه بدا يقل لانه الطين اثقل، الطين الكلماد هو خلينا نقول كثافته اعلى او كثافته اكبر 1100. هنا هسه وصل المواد الى وين؟ للبوتوم هول. للبوتوم هول استاذ، بس الصوت جاي يقطع حيل. قال يمك احمد مو يمي، حتى جاي تروح الصوره مره ترجع، ما اعرف يمي يمك ما ادري. انا النت مالي ابو الالف. هسه هنا وصل المواد الى البيت الى الحافره. احمد واضح؟ استاذ قام يرجع الصوت. هنا هسه وصل المواد او الكل مواد الى البيت، يعني فروم سيرفيس تو بيت. هسه راح يدخل الى وين؟ الى الفراغ الحلقي. ضغط الكيسنج شبيه بدا يقل بعد اكثر 150 150، وهنا راح يتصفر. هسه تصفروا الاثنين، بمعنى من اقول تصفروا هنا يعني بهذه اللحظه استرجعنا الضغط ونقول هنا الويل ديد او الـ يعني الويل قتلنا بهذه المرحله او بهذه الحاله. دكتور بس سؤال، جواب من نزيح الكيك الاولى يعني بعد ما راح يصير تسرب للغاز او الماء من الطبقه فقط هذا اللي يتسرب بالبدايه؟ يعني صراحه هذه ما اعرف انه يعني الكيك بهذه الحاله اتوقع تكون مستمره يعني ما راح تكون متدفع يعني الحفر نفسه يعني ما قدرنا بالكثافه ما أعرف. احنا ايش راح نسوي هنا؟ شوف احنا من راح نغلق يعني حتى ما تدخل كميه اكبر شو نسوي؟ احنا من اغلقنا الضغط راح يبدي يتصاعد تدريجيا وصولا نعم. الى وين؟ وصولا الى الفورميشن، كأنه سكنت ما موجود داخل الطبقة. اللي دخل خلص واللي ما دخل ما راح اسمح له بعد. ليش ما راح اسمح له؟ ما اسمح له عن طريق تشوك لاين، وانا قلت ما افتح تشوك بشكل نعم. كبير، يعني افتح ربع فتحة. نعم. فبهذه الحالة راح اسيطر على مقدار الانفلاكس اللي راح تدخل انت، بحيث اللي دخل داخل البير خلاص، واللي ما دخل انا من اغلقت البلوت بريفنتر الضغط راح يكون خلينا نقول يبدي يتصاعد تراكمي بالعكس من السطح الى وين؟ يعني يتصاعد بشكل تراجعي من داخل البير الى ان يصل الى الطبقه. فهناك كانه اني سكنت الضغط او الفورميشن الموجود الفلود الموجود داخل الطبقه، واللي دخل عندي احاول ان اتخلص من عنده او ازيحه عن طريق خلينا نقول التحكم بفتحه التشوك الموجوده على السطح، وبالتالي امنع دخول كميات كبيره او كميات اكثر من الانفلاكس الى داخل البير. تمام. واضحه يوسف؟ واضحة دكتور، بس من احنا رجعنا على الضغط نفسه ونفس السائل يعني ما راح يصير تسرب مرة ثانية؟ ما يصير عندنا انفلاكس؟ لا لا لا، وانا راح قلت لك يعني سيطرتي بالشوك ما راح انطي مجال. تمام. يعني راح انت ابو المضخة يضخ وانت بالشوك شو تسوي؟ تفتح شيء قليل ربع بحيث بس تسمح بحركة قليلة، ما تسمح يعني للسائل يدخل، تسمح بحركة السائل أو الجزء الموجود بالفراغ الحلقي فقط هو اللي يتحرك، أما البقية ما راح أسمح له بأي حركة. تمام. أما إذا تفتح تشوك فول لا والله أنا أقول لك تروح بيها بالباي باي. أكيد. تمام. هذا يعني شكل تخطيطي أحمد. أستاذ حتى نخلص من سؤال في الكيك مو نبطن؟
إيه بس يعني بعد لا ما نعالج بعد يعني. لا لا البطانة ليست حل. أنت شلون تبطن وأنت عندك كيك أصلا كارثة من الكوارث. يعني أنا البير لازم أستاذ يكون أقصد بعد المعالجة. بعد المعالج يعني عادي خلاص، إذا سيطرت على البير ممكن أنا أستمر. فنين أنا يجوز ورا 30 أو 100 متر بالسكشن الجديد وصار عندي كيك، يا شو راح أبطنها يا أحمد؟ دكتور، التبطين للحالات اللي ما تقدر تكمل إلا اي نعم، الا يعني اذا هذه حالات قصوى، يعني استنفاذ كل الحلول الممكنه بذاك الوقت يعني. وطبعا ايضا نقطه اخرى، اذا ممكن التبطين، اذا ما ممكن لا والله ما بطل. يعني شلون ما ابطن تقدر. وانا حافر لي 100 متر؟ يعني انت راح تصرف كيسنج من السطح الى على مود هذا ال 100 متر من السطح لنهاية هذا ال 100 متر، راح يضيق عندك البير في حد العمق مالتك. يضيع البير، استاذ يعني كلفة فلوس. يعني التبطين الا بنهاية المقطع استاذ. اي نعم، الا اذا اكو مشكلة اضطرتك الى تبطين المقطع في مرحلة قبل الانهاء راح تكون يعني مجبر بهذا الحال. أما قبل وصولك إلى المقطع إلى نهاية المقطع المحدد أو المطلوب، تستخدم أي حل من الحلول في خلينا نقول من أجل الوصول إلى نهاية المقطع. أنا ما يصير أستسلم بأول مشكلة تحدث عندي. الكيسنج ليس مشكلة، العفو، ليس حل للكيك يا أحمد، بالعكس. يعني إعادة السيطرة على البير عن طريق البلو اوت بريفنتر، يعني خلينا نقول البلو اوت و اعاده او تثقيل الماده مره اخرى او مره ثانيه حتى يعني تعيد السيطره على البير. بعد خمال موضوع جديد عليكم. لا لا دكتور، موضوع حلو شيق. ما اخذته يوسف. اي ما اخذنا، بس يعني اخذنا معلومات شوية عن معلومات قليلة. انت حاول تمرس على الكلشيت. ان شاء الله ان شاء الله دكتور. يعني خلينا نقول خلي لك فد يومين تمرس على دكتور، بس الكلشيت فترة الكيك يعني بيها. دكتور، الفترة ما الكيك والبلو اوت، يعني لو صار عندك كيك ايش قد بيصير بلو اوت؟ هاي الفترة اللي تقدر تسيطر بيها على الكيك ايش قد يعني كفترة تقريبية؟ هذا تعتمد على انتباهك انت يعني للمؤشرات. يعني انا اذا لاحظت المؤشرات مباشر يعني مباشر، نعم يعني ممكن انا اغلق البير قبل، واذا لا والله اني جاي اشرب شاي هاي في القضية ورايح تتغدى تجي وتلقي الكيك ما شاء الله واصلة للسطح. زين دكتور، ماكو هسه يعني أجهزة إنذار أو مثلا بلي هي كلها هذا الارمز، نعم كلها عبارة عن الارمز، بس احنا الحمد لله الارمز مالنا ماكو. يدوي يعني خلينا نقول جرس يتحسس الغاز، الحرارة، زيادة معدل الاختراق، زيادة سوري. السالينتي، كلها جيجات وسنسرات. لكن قلت لك اي يعني الحمد لله أبراجنا مع العصر الحجري. صحيح. بعدك سؤال حتى
لهنا تخلص المحاضرة. إذا ماكو سؤال، محاضرة الويل كنترول. بس يمكن أنت ورا هذه المحاضرة تقولون بعد ما أريد. تمام دكتور، عاشت لك. لا والله دكتور، موضوع حلو، جزاك الله خير، يعني ده تفيدنا بعض المعلومات جديدة علينا. جزاك يا يوسف. عندكم موضوع يعني تردون به محاضرة أنتو؟ لا أنا أختار. والله دكتور انت اختار، انت اعرف بعد، واحنا ده عندنا موضوع ان شاء الله نطرحه عليك، وده الزملاء تمام. عندهم موضوع هم يطرحونه. إذا عندكم موضوع قولوا أريد محاضرة بالموضوع الفلاني. وإذا ما استاذ عندكم بس أنا عندي. الويل كنترول ما موجود بالرابع؟ والله هو موضوع موجود أحمد بس لم يعطى منذ سنوات. استاذ العفو الصوت ما وصلني. موجود هو يا أحمد بس صراحة أنا من تركت المادة بلا 15 16 أعطي مرة واحدة وراي فقط. استاذ تنطي ان شاء الله انت بال 2000 و شو اسمه 2021. ما لا لا والله أنا ما أرجع وأقول لكم أنا ما أعطيكم كلام على السنة القادمة. إذا صار تشينج أو تنازل ما عندي مشكلة يعني، وإذا ما صار يعني تنازل ف يعني نعتذر من عندكم اعتذار شديد. بعد حتى مو اذا كان يوسف يعني طلب من الطلاب. والله احنا حاولنا قبلكم والله القبلكم والقبل القبلكم كاونوا ما صارت اصلا. طلبوا بالاسم، طلب بالاسم، اي نعم، تقدموا القسم بوقت ما لبوا لهم طلب ابد صحيح. الا اذا الاستاذ يقول انا ما اريد المادة. استاذ هو المفروض يعني التدريسين يكونون بناء على طلب الطلاب. لا هذا الشيء ما يصير. والله وفي كل الأمور يا أحمد بكل الأحوال احنا موجودين، وين تقف يومكم احنا موجودين ما تقصر يعني. استاذ، كفو منك. عطانا مستمر، درسناكم او ما درسناكم. ما تقصرون دكتور، ونعمك. بس يعني لا احنا نتمنى نكمل وياكم المسيرة صراحة، يعني استكمالا للمادة وليس لأي غاية أخرى الله يشهد. لا نعرف ايش راح نطي بالرابع. والله كريم هو السنة نعم القادمة هم الكتروني بعد شكو. الكترونية، ايه يا أخي والله ما تدريب أدري الصيفي يوم صار الكتروني الكتروني. ممل صراحة ممل، بس النظام راح يكون غير يعني. 8:30 انت لازم قاعد، لازم انطي ايه نعم محاضرة هيك ب 8:30 على الزوم على الميتينج على الكلاس، لازم تكون مباشر يعني. صحيح. استاذ بس المواضيع الجاية إذا ممكن تكون يعني بخصوص الحاسبات وهي الشغلات، يعني نفتقر لهذه الشغلات بشكل يعني كبير. الحاسبات لو البرامج هو استاذ أقصد يعني أي مادة، بس يكون يعني بخصوص استخدامها بهاي المادة، يعني قوي نفسنا نطور نفسنا بهاي المادة من خلال الحاسبة، برنامج معين يعني من خلال أكسل غير برنامج يكون الله أفضل. لك صح ذكرتني يا أحمد ذكرتني. أنا صراحة البرامج هي كلها على الموبايل، أنا ما بس عندكم الدريلينج انجينير هذا أبو العلامة الصفراء اللي هو البت بترامان
لا البرتامينة ما هذا خوش برنامج. دكتور البرامج يعني الشائعة هسه استعمالها الشركات. والله احنا اذا نتكلم عن البرامج النفطية هي كل البرامج يعني بها فائدة، يعني مثلا عندك الاكليبس، البترال، السي ام جي، اللاند مارك، البايب سيم، البروسبير، هذه كلها يعني برامج نفطية تستخدم بكثرة، سواء بالسيميليشن، سواء بالإنتاج، سواء بالحفر. أي برنامج نفط هو يعني خلينا اي نقول نعم مفيد، بس بعضها صعب، يعني ما تقدر تتعلم ذاتيا، تحتاج إلى دورة بي. كيفكم تريدون المحاضرة القادمة على البرامج؟ الأكسل موجود عندكم يا أحمد. استاذ اكسل اكو هواي دورات تطويريه خصوصا باليوتيوب، يعني هواي ينطون شو اسمه دورات كامله لا يعني لا تتعلم الاكسل. بس استاذ نفتقر قلت للبرامج اللي تخص الاختصاص مالنا بالذات البرامج النفطيه. والله يا أحمد، أنا زين بالسي ام جي، بس الحاسبة مالتي عطلت والمصلح قال بعد ما تصير لازم تبدلها، فراحت كل البرامج. والا ما عندي مشكلة، مستعد انطيكم بالدورة بالسي ام جي. أستاذ على مجالك وعلى راحتك. والله مجالي لازم للشهر العاشر، ورا الشهر العاشر لازم اسد الحاسبة واطفي الموبايل. حقك دكتور. كافي، محاضرات. إيه. لازم ناخذ ريست. إيه نعم. فإذا تردون بالسي ام جي تنصبوا لي نسخة 2015. دكتور احنا اشتغلنا على السي ام جي، يعني اشتغل ويانا دكتور استاذ عمار بالمكامي احنا ما اشتغلنا. مختبر السوفت وير، فموجود اعتقد عند نزلنا نسخة من عنده. يشتغل حاسبة وموبايل استاذ لو لا بس لا، حاسبة؟ انا الحاسبة موبايل ما مجربه الان، ثقيل احمد، كلش ثقيل. لا ثقيل كلش على الحاسبة ان شاء والبرامج الله. النفطية نحسة تماما، يعني اصلا على خلينا نقول فيرجينات الحاسبة مو كلها تتقبل. نعم اكو بيهم نعم يرجعون للاكس بي، اكو يرجعون للويندوز 7، يا الله يقدر ينصبها. على الموبايل زحمة جدا، دكتور على نقدر اللابتوب. مثلا واحد ينصبه ويعرضه هنا وتشرح عليه؟ كيفكم؟ ما عندي مشكلة. استاذ احنا ما نريد يعني اذا يريدون ما عندي احمد، يا كله اشرح لكم اياه يومين. استاذ لا احنا قصدنا ما نريد نضيق عليكم، ما نريد يعني شيء يعني. انا اذا ما عندي مجال ما استحي منكم، اقول لكم ما عندي مجال ما اشرح. لا لا طبعا دكتور احنا ما نريد الا حالي. واذا عندي مجال اقول لكم عندي مجال. فاذا تردون نصبوه، يعني نصب البرنامج، واذا اخذت حاسبه ونصبته عندي عادي، اصلا اشرح لكم عليه دايركتلي تمام مباشر على البرنامج، ويوم تمام وين واقفه. واحنا اذا عندنا موضوع ثاني نطرحه عليك ان شاء الله. بس يفضل، يعني يفضل تنصبونه عندكم، يعني حتى تكون يعني الدوره مباشره، يعني تمام شرح مباشر. انزلكم ملف مال ديتا، وانت يعني خطوة بخطوة خطوة بخطوة. استاذ اذا ما صار هذا البرنامج تنصحنا بالاكسل؟ لان الاكسل يعني متوفر يعني تقريبا عند الاغلبيه. والله هي احمد الاكسل اكيد، بس مو بكل الامور. بعد السي ام جي انصح اللي هو الانتراكتيف بتروفيزيكس، هذا ايضا يستخدم بكثرة يعني صراحة. وبرنامج مثلا عندك برنامج التكلوب او النيرو او الديجر، يعني صراحة هذه كلها برامج يعني تفيدكم برنامج مستقبليا. الاي بي دكتور؟ اي نعم دكتور هذا اكو علي دورة؟ والله
والله تيك لوج اكو علي دوره بس $50 لكم انت الطلاب، انا ما اشتركت. تريد هاي يعني؟ والله يوسف انا ما اعرف يعني منو اللي يشرح علي بالتيك لوج، بس اتوقع يعني لو يمني لو مصري، بس يمكن مصري بالاس بي؟ المصري. لا مو بالاس بي، على الفيس. هو الاس بي ما قدموا برنامج لحد الان، وصراحه السكشن مالنا بس كفنا ودفنا. والله جيب لك كفن يا عمي. انا شاط النشاطات شو استاذ، ليش ما تتدخلون انتوا الاساتذه يعني نشطون هذا الشيء؟ احمد ها شغله بزعه دخل احنا الاساتذه. انا علي اشرح لكم البرنامج اللي اعرفه بدون لا تدخل ولا يتدخل. جزاك الله خير دكتور، ما تخسر ولا شيء اللي بتدخل بهالقرار. بي فائده اشرح لكم البرنامج اللي اعرفه. جزاك الله خير استاذ، ما تقصر. وجزاك فلا تردون. أسد اذا بالنسبه لبرامج الحفر صراحه سهله، ما اعتقد بها صعوبه يعني، هي كلها مجرد كالكوليشن ارقام. نعم. يوسف انا ما دزيت لكم الصوره، راح ادز لك الصوره وحاول تنزلهم يمك انت. دكتور مو افضل اسوي جروب مثلا على التليجرام وانزله هنا، واللي يدخل بال يعني يدخل بالمحاضره يفوت على الجروب هم، حتى تنزل بيه المحاضرات وتنزل بيه اي شغله ثانيه؟ كيف ما عندنا مشكله استاذ. المحاضرات لو على اليوتيوب والله افضل، القناه اللي سويت لنا اياها، لان بالتليجرام حيل ثقيل. والله احمد شويه ثقيل يعني تحميل على اليوتيوب. لا انا اقدر، انا النت يمي زين ما عندي مشكله بيها، احملها الصبح. الفيديو مال البارحه 560 ميجا. يلا نص جيجا عادي. وطبعا اقدر اصلا لو اتب باقل من ساعه من الجوجل درايف. بس نعم. المشكله وين؟ المشكله اكو بها اجزاء لازم تستقطع. اذا تريد احوله لك انت ترتبه تستقطعه وتدز لي حمله على اليوتيوب. لا دكتور، قصدي المحاضرات مو مشكلة يعني البي دي اف اللي تنزلنا اياها او الباوربوينت. لا مو انا يوسف، ايضا اذا نزل على اليوتيوب اقدر انزله على التليجرام. اي نعم. راح احوله لك يا احمد يعني، وشوف انت يعني استقطع الاشياء الغير مفيده وبقي الاشياء اللي تفيد ورجع الي حتى انزل على اليوتيوب، على قناه اليوتيوب. تمام استاذ. طبعا مع مقطع اليوم ايضا، مقطع اليوم راح يعني هو ورا شوي راح ينزل على الايميل، وايضا احولهم اثنينهم لك، وانت عاد رتبهم واستقطع الاشياء الغير مفيده ورجعهم لي حتى انزلهم على التليجرام. استاذ حتى اذا انقطع مثل على ساعه بعد افضل يصير؟ ما انتم كيفكم بعد هذا. تمام استاذ، حتى بالرفع يصير اسهل بعد. هذا الشيء يعود لكم. بالنسبه للرفع يمي مالك علاقه، لا تشيلها. الرفع من يمي اقدر يعني خلينا نقول بنصف ساعه بساعه راح يعني خلينا نقول ارفع المقطع على القناه مال اليوتيوب. يبقى يمكم انت، هو مره راح يرفع على قناه اليوتيوب وراح يشتغل دايركتلي يعني ما بي مشكله. تمام. يلا نشكر حضوركم. شكرا لك دكتور، جزاك الله خير. شكر لله الدلل يا يوسف. تسلم دكتور. حددوا انتم برنامج يعني تحتاجوه، واذا تردون على CMG على CMG انا يعني موجود. تمام دكتور ان شاء الله. بس على الاقل واحد ينصر. المحاضرة الجاية ما اذا تردون على برنامج CMG لازم الا تنصبوه. نعم. لا دكتور يعني على موضوع يفيدنا انت تشوفه مفيد لنا. موضوع احنا ما ندرسه او ما درسناه.
والله احاول اسوي لكم على الفيشنج اوبريشن. اي نعم. العمليات الاصطياد يعني. اللي هو خوش موضوع دكتور. ستاك اند فيشنج. استعصال اناديب وعمليات الاصطياد. تمام. استاذ بالنسبه للبرامج صراحه احنا ما نعرف ياهو يعني اللي يفيدنا والافضل لنا، لان احنا اصلا ما ماخذين الشغلات. فانت اللي تشوفه افضل واللي متوفر عندك على راحتك استاذ. والله انا هسه ماكو ما متوفر عندي ولا واحد. على راحتك دكتور. انا قلت لك الحاسبه راحت فما متوفر عندي. اي صح. بس انتوا اذا قدرتوا تنصبوا، انا عندي يعني بس يعني ما اقدر احمله لك لانه ثقيل. دكتور محاضرات عامه كافيه لحد ما حضرتك ترتب امورك يعني. احمد اذا قدرت تنصب، او يوسف انت شوف البرنامج اذا موجود يمك تنطيني خبر. ان شاء الله حتى اشرح دايركت لي على البرنامج. ان شاء الله. محاضرة اليوم شنو؟ اليوم ثلاثاء؟ اليوم ثلاثاء 25 يعني محتمل الخميس اسوي لكم ولو هذه ايش قصيرة كيسي جوايل دريلينج الحفر بالبطانة يعني هذه ما راح تاخذ اقل الساعة يعني محتمل الخميس. تمام دكتور. اذا صارت فراح نعطيكم خبر بها ان شاء الله وبالتوقيت مالك. دكتور بس اذا ممكن شلون اركان يلا اليوم كافي تعبتوا، شو ما تريد تروح تتغدون؟ دكتور خذ راحتك. انا ما ادري، أنا ما عندي شيء والله، أنا متغدي شارب شاي كل شيء ما عندي. تمام دكتور، أنا متغدين ما أعرف عن الجماعة. أستاذ بالنسبة للأكسل، أستاذك واحد باليوتيوب إذا الشباب يريدونه والبنات. واحد اسمه المنذر سفان، ما أعرف مغربي ما أعرف جزائري، خلي الدورة كاملة تقريبا 50 فيديو هيك، الشرح كامل على الأكسل. احنا هذه البرامج الخدميه عادي متوفره باليوتيوب احمد، الوورد الاكسل باوربوينت اكسس اي واحد من هذه فهو متوفر، يعني الليرنينج مالها متوفر باليوتيوب. استاذ الشرح برامج محترف والله. هو الاكسل مو برنامج قاصر، بس مو في كل الامور يكون يعني مجدي او يفيد. مع ذلك انا اقول لك هو عملاق. لا عملاق. يلا طلنا عليكم واخذنا من الوقت بما فيه الكفايه، نشكر حضوركم وملتقانا ان شاء الله الخميس باذنه تعالى اذا ما صار تغيير، لانه انا باشر غير موجود وبعد باشر ربما غير موجود. دكتور بس اذا ممكن المحاضرات تكون بالليل احسن. تمام دكتور. اركان المحاضرات دكتور هذا المحاضرات نزلتها حتى اللي اذا تكون بالليل يعني. يريدون المحاضرات نزل بها المحاضرات. هاي يعني قصد جروب ننزل به المحاضرات. الجروب على التليجرام. نعم دكتور وضفتك بالجروب. لا دكتور اصلا الشرح يكون بالليل احسن يعني، لان اغلبنا بالليل. والله دكتور بالليل يعني الانترنت كلش ضعيف، محاضرة البارحة بالقوة. ما احنا كانت بالليل وتغير توقيت يا اركان شوي، الوقت كان متاخر. تمام. انا حسب الوقت يعني حسب الوقت يعني is not fixed time، ما راح يكون الوقت ثابت يعني ربما
بالليل بالنهار حسب ما يناسب الكل. تمام. استاذ احنا ملتقانا الخميس ان شاء الله. عندنا على الجروب مالتنا راح تنزلنا ان شاء الله استاذ محاضره. المحاضرة نزلتها. دزيت لي يا استاذ لو وين؟ على الايميل لو لا لا كانت عدت قصدك صوتية لو شو اسمه؟ لا لا البي دي اف استاذ. نزلتها دزيتها على التليجرام على الجروب مالكم مال المشاهد. تمام استاذ. ودزيت لك الكل شيت ودزيت لك ال اكو ملف يعني هذا خاص بمعادلة شوف انت الويل كنترول خاص بمعادلات الويل كنترول اي هذا هذا اللي دزيت لي على الايميل تمام استاذ لا غير اكو ملف اربع ملفات دزيتهم على الجروب هم وصلا إيه استاذ ايه هي هذا تمام مشكور استاذ جزاك الله هلا محمد جزاكم وجزاكم يوم نلتقيكم إن شاء الله على خير يوم الخميس بإذن تعالى مشكور جدا أستاذ إن شاء الله بمحاضرة جديدة وموضوع جديد يلا في أمان الله وحفظه